هيك احسن. اول مره ها عجاج بيفكر براسه مو بشي تاني. اذا اجا وانت هنيك لا بنقدر نصل لك ولا بتقدري توصلي لنا. ماما انا بفتح. لا قاعدي، هي الدقه مو مستنضفتها، انا بفتح. ايه بروح معك دعم. وانا كمان. ما في داعي، ما في داعي تسندوا اصلا، لانه انا ما رح اقتحم البيت. لكان شو بدك؟ ما بدكم تقولوا لي شكرا لاني سقطت حقي؟ شكرا. لا والصبايا؟ شكرا. وحده وحده. شكرا شكرا. عفوا عفوا. ما بدكم تعزمونا على فنجان قهوه جوا حلوان الصلحه؟ ما بنقدر، رجالنا بالشغل. بعرف بعرف انهم بالشغل، ما انا صار لي اصلا 5 ايام ناطر يخلال الجو، لاني ما حابب ابتلي بحدا منهم. ما بنستقبل ضيوف بغياب رجالنا نحن. طيب خلي هيفاء تستقبلني، انت ما بدي اياكي تستقبليني. هيفاء كمان ما بتستقبل. لا تفرضي رايك علي، بركي هي موافقه. مو موافقه. هيفاء معقولة انت بترفضيني مشان شقفت عتال؟ رح ازعل منك. ها ليش هو العتال؟ العتال جوزي وانا بحبه. ايه ماله عليك ضربة لازمة تحبيه، بكتر الف غيرك اصلا اللي قبلاني فيه. واحد غيره بيعطيكي حريتك على الاخير بدل ماله حابسك جوا البيت. خلاصته يا ابن الاوادم، انت مالك خبز عنا، معك فرد اسحبه وطخنا وبعدين انت حر. لجوا ما رح نسمح لك تفوت. لا تخافوا لا تخافوا، ما رح اوز حدا، اصلا حدا بأول صحبابه. بس انا برا، اذا هيفاء غيرت رايها الشبوحه واقفه براس الحاره، بربع ساعه بنكون بالربوه ولا حد شايفنا. اي 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 اجري. ايدي. في حل وحيد يخلصكم من هذا الحصار. شو هو؟ ابوه للاستاذ ادهم ما بيعرف شي عن الموضوع، لو بيعرف كان وقفوا عند حده مثله مثل كل الأبهات، لذلك بشوف أنا حدا يخبره بهذا الشأن. إيدنا بزنارك خبره. ما بيسمع مني، ما بيسمع مني يا ست عفورة، لو بيسمع مني ما كنت اقترحت عليكم هذا الاقتراح. لذلك أنا بشوف إنه الست عفرة تروح لعنده تخبره، لأنها رح تثير لخوته، بس يشوفها مزلولة رح يشفى عليها مثله مثل كل الأبهات. لك اف لك اف، ما لازم كان نخليها تروح لحالها. ما لازم كان نخليها تروح لحالها بنو. لك حاجتنا قصرت اللي عافيتي حاجتنا، مرت عمي ما راحت لحالها، راح مع ابو غصن. انا هذا قصدي، ما كان لازم نخليها تروح لحالها مع ابو غصن، ليش في غيره مخوفني انا؟ خلصت بقى عمي ريبال، شو ما في ورق غير هالشغله؟ بعدين امي مو لعبه بايدك وبايد ابو غصن. بس عمي طمنينا، شو صار معك؟ قام حول شعيري. استنوا لقلقط نفسي بس. القطوي. انقطع القلب شيدي. رجعنا مشي. شو صار في البلد معطلة حتى رجعتوا مشي يعني؟ لا بس مرت عمك اصرت نرجع مشي من الفيلات لهون مشان اللياقة. ها ونحن هون قاعدين مشغول بالنا، استعوقناكم قلنا ليكون صار معكم شيء. لا ما صار معنا شيء، روح سوي اهلك. مرت عمي طمنيني، هلا شو بصير حرمتي؟ حرمتك عليها الامان، ابو ادهم يا سلام شو طلع ادمي، رجل ممتاز. ابنه وين؟ هو وين؟ يعني الاستاذ ادهم رح يحل عني امي؟ مو بس تقبريني رح يحل عنك، حيجيب ابنه يعتذر مننا كلياتنا. شو زعلت لما حكيت له انا القصه؟ لك ريبان بتعرف قديش اعطاني عمر؟ قديش يعني؟ 50 60 سنه؟ لا 33. قال لي مدام مو مبين عليك الكبر. استغرب كثير لما قلت له عندي بنات 3 متجوزات، لو ما حلفت له ما صدق. تتقطع. ايه بيكون عم يجاملك، مو معقولة ما يكون صدق. ليش؟ أنا لو ما بعرفها للست عفورة كنت بقول نفس الحكي، ما بصدق إنه عمره 39 مدري 40. يخلي لي الحكومة وأولاد الحكومة كلها نظار. شو فهمتك؟ ما بدي تزودني وشي قدام الجماعة هلا. حاضر بابا. بابا نحن صحيح لقنا طايلة، بس هيك ما بيصير. مزبوط بابا، كلامك درر وجواهر، معك حق بابا. حاضر بابا. درع الجرس يا دياب. حاضر سيدي. هات بوكيه الورد وروح استنى بالسيارة. هلا بابا. شو المشكلة تاني سيدي؟
روح استنى بالسيارة. هلا. أهلين سيدي، ليش تأخرت؟ انشغل بالنا عليك. نحن شو اتفقنا امبارح؟ مالنا يا سيدي بلاها. أهلين أبو أدهم. بتقولي لي أبو أدهم، رح أقول لكم زهير، والله لساتنا شباب. أهلين وحيد. خي مش الذنب هو ايه؟ ادام اعتذر منها ولا حاضر؟ اعتذر منها حاضر ولا انا كثير بعتذر الحقيقه. ما في حدا يا جماعه ما بيصير معه سوء تفاهم، انت عملت انحراف وتيره لرجالنا جماعي، ونحن صفقناك بالمقلاية مو توبان هوك. تعا تفضل تفضل. يلا يلا. حضرتم ما حضر واجبكم. بالاول خلي ادهم يبوظ شوارب الشباب واحد واحد ويعتذر منهم. بابا حاضر بابا. ما صار شيء ما صار شيء ما صار شيء. ولا يهمك ما صار شيء. ما تاخذ صاحب الا بعد قتلي. احنا سوينا كل المشكلة مشان ما نصل لهالمواصيل، وين طاحت؟ يخرب بيتك، لو خسرت قد الشنتير بالحادي عشر أدبي، ما بتعرف تميز بين المرأة والرجال؟ خلص وحيد، أبقصد سيد وحيد، تفضلوا تفضلوا. سامحتوا؟ سامحنا. كثير منيح، وبالمناسبة أنا مجهز لكم مفاجأة مشان تفتح قابليتكم. شو ها سيدنا؟ تشريفكم يكفي سيدنا. لا، باعتبارك يا سيد ريبال، أنت رب العائلة. فأنا مجهز لك رحلة بحرية، تفضل. لوين سيدنا؟ على جزيرة أروات. أوف، هذا اليوم؟ بعرف، والسيارة ليك براس الحارة عم تستناك مشان تاخذك على طرطوس. شو عفورة؟ شو شو؟ جاي على بالك ريبا؟ روح، مو جاي على بالك؟ خليك. لك شو يخلي ما يخلي؟ حاجز له محل خصوصي، معقول يخجلني يعني؟ لا، هلا بتغدى وبروح. ما في داعي تتغدى، بتتأخر على اليخت، بعدين في زوادة. طيب، على أروات، على أروات. باي باي، باي رح نسمع. خير سيد وحيد، قلت لي بدك تحكي معي على انفيراد. شوفي انا الحقيقه ما كان جاي على بالي اكل برا، بس اكلت مشان نصير بناتنا خبز وملح، والحمد لله هي صلحه وتميت خير. اليوم المساء رح ابعث لك الشوفور ياخذك، انا عازمك على العشاء بالربوي، اوعك ما تجي بزعل منك كثير. ها بس جوزي. بلا جوزي بلا موزي، انا اخذك على محل عام، نحن ما حنقعد لسبب ثاني لا سمح الله. وكلام الناس؟ كلام الناس لا يقدم ولا يأخر. جيبي معك مما بدك، عزمي اي شخص بدك اياه. انا بانتظارك. شو برو؟ شفت شلون بتقول نسوان؟ لك صرت شاب كبير وبالحادي عشر ادبي، لهلا ما بتعرف تتصرف. بابا مينكم مستفيد بابا؟ يا بابا مو كل شيء بالقوة، في شغلات بدها دبلوماسية، وخاصة إذا عم تعمل مع ست شريفة. شريفة شريفة شريفة، بس لقيتها بابا، شريفة فاضل. امشي بابا امشي. شرف بابا شرف بابا، من بعدك بابا. يلا شرف.